شكرا. لكن بحكمتك وبمقدرتك على استيعاب الأمر إنه يعني ما نفذ الأوامر لا هو الحقيقة بنصها لكن بروح النص. لا هو الحقيقة يعني أخذت الشيخ معي وحط خليته في مكتبي، مكتبي كان بقيادة الشرطة. نعم. قيادة الشرطة كانت بساحة الجامع. نعم. عمارة ثلاث طوابق هيك. نعم. وكان قائد الشرطة مثل ما قلت لك المرحوم محمد بيك محمد باشا المعايطة. نعم. وقلت له خليت الشيخ بمكتبي وطلعت لمحمد باشا المعايطة وقلت له الموضوع هيك هيك. قال لي محمد باشا قال لي خلي طيب خليه عندك. يعني ما حطيناهوش لا بنظارة ولا. فهو أنا نزلت لمكتبي لقيته هو نازل حوالي الساعة تنتين ونص اتصل بي وقال لي اتركه. إذا حليته الموضوع. نعم يبدو إنه فقلنا للشيخ الله يسهل عليك ومشت الأمور. طيب أنا بقى يعني اعتقادي إنه أختنا أم عمر بالبيت بتستنى بالحلقة وعم بتشوف أبو عمر بدي أذكرها بحادثة. أنت تزوجت بشهر حزيران عام 58 أو عام 1958 وأنت بشهر العسل بستة أربعة. أنا تزوجت بستة أربعة هذا التاريخ ما بنساه أبدا. طيب أنت رحت شهر العسل على لبنان 58 رحت لبنان لكن ما تهنيت بشهر العسل أصروا عليك ترجع تلتحق. بتقدر تقول إن كيف هذه القصة حتى وأنت بشهر العسل تابعوك ترجع للوظيفة؟ أنا أخذت إجازة لشهر العسل أسبوعين. نعم. ورحت فيها للبنان. نعم. في منتصف الإجازة اجتني برقية إنه التحق بعملك. نعم. ضروري تلتحق بعملك. مين وقع البرقية بتتذكر؟ كان المرحوم الساكت أيام ولا لا؟ كان أعتقد المساعد مدير الأملام كان مساعد الساكت أيامها عبد الحليم الساكت. نعم. قال لك ارجع لرام الله فورا. ارجع لرام الله. نعم. ارجع لمادبة. لمادبة؟ نعم. ارجع لمادبة ورجعت فورا وكان إلي بس فقط أسبوع واحد. نعم. يعني ما تهنيت بشهر العسل؟ لا الحمد لله. طيب يعني أم عمر رديت بعد ذهبت أنت وياها مشوار ثاني؟ الحمد لله. عوضت؟ يعني ما بيخلى الأمر بتعرف عسكر يعني بقينا مش دائما كان. قديش كان راتبك يا سيدي؟ نعم. راتبك؟ راتبي كان أول. لما كنت لما تزوجت قديش كان راتبك؟ لما تزوجت كان راتبي حوالي 39 دينار. طيب في سر بعرف إذا أم عمر بعتها بتعرفه أو لا. لما راح شهر العسل رحت على المدير المالية أو استدنت 100 دينار مشان شهر العسل يعني راتب 3 أشهر مضبوط هذا الحكي. والله رحمة الله عليه يوسف بشربش كان مدير المالي بمديرية الأمن العام فرحت عليه قلت له أنا والله بدي أروح شهر عسل وما معيش مصاري فبدي منك قرض 100 دينار. أعطاني قرض 100 دينار وقال لي بس نصحني نصيحة إنه ما أروح لأوتيل. أعطاني اسم بنسيون. وبنسيون مدام عون اسمه أم ميشيل وأنا أعتقد أن أم ميشيل عون اللي حاليا لأنه ما بعرف إذا كان لأنه بنسيون مدام عون. نعم. وأم ميشيل قد أم تكون ميشيل. هي طب صرفت 100 دينار ولا ظل شيء منهم هذاك الأيام؟ لا والله ما ظل ولا فلس ما ظل يعني لو قعدت كمان أسبوع بدك تستدين مرة. طب لو فاجأناك أنه في من الرياض إنسان غالي عليك أو إنسان اللي بدنا نسمع صوته مين تتوقع من الرياض يحكي معك هسه؟ من الرياض؟ والله ما في غير بنتي يعني. إيش اسمها؟ اسمها عمرين. ما شاء الله. أختي مساء الخير. مساء النور أهلين كيف حالك أستاذ؟ كيفك يا أختنا إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير والله. مسيك بالخير بابا. مساء الخير بابا. منور حبيبي ما شاء الله عليك. أهلا الله يسلمك. كيف المفاجأة؟ والله إيش بدي أقول يعني أسعدتونا الله يسعدكم. أنا كتير مبسوطة المضبوط إني بحكي مع الوالد على الهواء وعلى قناة نرمينا يعني ما شاء الله البرنامج كتير حلو والمحاورة كتير حلوة ما شاء الله. نعم. طب هيك شكرا. خصوصية من خصوصيات أبوك إحنا مش عارفينها
وانت بتحبي تحكي لنا اياها، الناس يعرفوا مين هالفارس اللي احنا الان اليوم تشرفنا بوجوده بيننا. والله يعني حكيت شغله حلوه والمضبوط، انا يعني انا حكيت ما بيوفي حق الوالد، لكن مضبوط زي ما قلت بحب اعطي فكره عن والدي. فهو والدي من الجيل اللي يعني اخلاصه وانتمائه للبلد يعني كبير، وبعدين احنا شفناه واحنا صغار وهو مثبت كثير بفعله مش بس بنقول، يعني هو جاي من جيل كثير عمل الله يطول عمره ويخليه. يعني اللي بحب اقول لك اياه، طبعا حكي لك شغله هيك تفاصيل صغيره، بس والدي يعني قدوة المضبوط لأحفاده لأولاده لقرايبه لكل الناس اللي بيعرفوه، كل الناس زي ما لاحظت من التليفونات اللي بتجي، يعني الناس اللي حضروا هذه الفترة من وجود الوالد، يعني كان كل شيء مبني على مبادئ سامية، كل شيء كانت إخلاص ومثابرة وعمل. والدي بيحب آية معينة يعني وبحب أذكرها، يعني دائما بقول لي والدي الحمد لله الحمد لله الله عطينا كثير يا بابا، فدائما بحب يذكر بيقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم إن شاء الله أنه حسن الختام إنا ولا أبوك. شكرا يا أبا شكرا. هذا رجل لا يمكن ينسى. الله يمكن ينسى. وهو دائما بقول لي يعني العمل الصالح والاجتهاد والمثابرة هذه هي عملنا، هذه هي رسالتنا. نعم طيب. شكرا. احنا ممنونين اتصالك ونتمنى لك التوفيق يا رب، وعما قريب تزور الأردن وتقبلي يعني جبين الوالد العزيز. الله يوفقك ويرضى عليك إن شاء الله. تعرف بدي أذكرك بشغلة يعني حلوة لكنها دلالة. وانت مدير شرطة العاصمة اتصل فيك الله يرحمه وصف التل. نعم. وداعب قال لك يعني معقول يا مع احترامي لك يا عبد الله انه منزل ابو الفوارس بيت ابو الفوارس ينسرق وانت ما كيش خبر؟ ابو الفوارس هو رئيس وزراء مين كان سليمان النابلسي؟ سليمان باشا النابلسي. نعم. شو كان مسلم؟ كان رئيس حكومة سابق. رئيس حكومة انسرق بيته. نعم. بيته وين كان؟ بيته كان ساكن في بيت متواضع بجبل الويبدة، في آخر جبل الويبدة، يعني في محل اسمه بستان طاش هذيك الأيام. نعم. كان بعدين راح هذا البستان. اللي حاتفك رئيس وزراء نفسه وصف التل الله يرحمه، اللي اتصل معي وأنا قائد شرطة. المرحوم دولة وصف التل، وقال لي يا عبد الله كيف بينسرق دار بيت أبو الفوارس؟ مو أبو فارس اسمه. نعم. بس قال لي أبو الفوارس وانت قائد شرطة. قلت له والله يا سيدي أنا ما عندي خبر. قال طيب هيني خبرتك. قلت له طيب. قال لي هاي أبو الفوارس رايح يسبك لهناك. رحت أنا لقيت سليمان باشا موجود هناك، منزل متواضع يعني. نعم. مش من القصور اللي شو انسرق منه. بعدين لقيت الصالون تبعه وثلاث غرف نوم هيك، صالون فيه كان الحرامي باقي. قال لي أنا كنت غايب أنا وأم فارس واللص داخل ومنفل مثل ما أنت شايف، قال لي كل الفراش والخزان مش مخلي شيء. قلت له شو راح لك، شو سارق اللص؟ قال لي والله ما سرق إشي، لكن في 250 دينار أنا متدينهم اليوم ولو من قريب إلي الحاج علمي النابلسي. ولو يعني استدانهم وراحوا عليه. تصور يعني أنا ذيك الأيام رئيس حكومة بالسدين، رئيس حكومة بتدين 250 دينار وإجا اللص سرق له إياهم. يعني حظ معثر. فقارن الأمس باليوم. يعني شوف رئيس حكومة بتسدين 250 دينار حتى يعيش مشان يعيش. أعتقد أنه من البصمات الواضحة أنك من المؤسسين لكلية الشرطة الملكية. أيامها كنت مساعد لمدير الكلية أحمد رسلان مشيك. أحمد بسلان كان هو الحقيقة لما تركوا الإنجليز كان اسمها في البداية، كنا إحنا ضباط بالعبدلي، وكان في من جملة العبدلي. نعم. اللي هو مركز تدريب الجيش العربي الأردني، كان مركز تدريب الجيش العربي كان اسمه العبدلي معروف عند الناس، وكان تدريب الشرطة كان اسمه جناح الشرطة، مثل جناح الموسيقى جناح كذا جناح الشرطة.
بعدين تطور هذا بوجود قائد العبدلي اللي هو انجليزي كان، بوجوده تطورت الى اسم مدرسه. نعم. فراحوا الانجليز، فانا بصفتي خريج كليه الشرطه العراقيه، فاقترحت كان قائد المدرسه وقتها المرحوم احمد بسلان. نعم. احمد بسلان، وبعدين راح المرحوم احمد بسلان، اجى كان رائد وقتها سليمان الساكت رحمة. نعم. الله عليه. نعم. أبو مازن. يعني بس للعلم احنا بدنا نمدد الحلقة إكرام للناس اللي عم بيحكوا معنا. نعم. نأخذ كمان وقت أطول مع وقت البرنامج ساعة، لكن تكريم لوجودك احنا راح نستمر شوي زيادة. بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك. فتطور بعد ذهاب كلوب. كمل تفضل. نعم. يعني راح ناخذ كمان 20 دقيقة. طيب. لعيونك. طيب ان شاء الله. فتطور الموضوع الى انه عملناها كلية الشرطة، وعملنا المناهج، يعني طبقت مناهج كلية الشرطة العراقية فيها. القوانين، وصرنا نجيب اساتذة قانون واساتذة، فمن جملة الاساتذة اللي كانوا يدرسوا المرحوم المحامي امين الحسن، المرحوم يعني اعلام في هذاك الوقت، اعلام كانوا اعلام. طيب في معنا ايضا اتصال عزيز على قلبك يا ابو عمر، حابين نسمعه. مساء الخير. الو الو. ايوه مساء الخير. مساء الخير اخ محمود، كيف حالك ستي؟ تفضل احنا سامينك على الهواء انت. ومساء الخير لوالدي العزيز. الله يسعدك. مساء الخير. عرفت مين يا سيدي؟ سعاد. الله يخليها، هذه بنتك. والله يا اخ محمود ما قدرت امسك نفسي الا اني اتصل. حياك الله. وبدي احكي بعض الكلمات القليله في حق اعظم اب. تفضل يا ستي. يعني دائما كان ابوي وما يزال هو الحكيم اللي بيسهل الدرب امامنا، والفكر الدائم في ذهننا. نعم. وهو ابتسامة حياتنا وقدوتنا، ودائما بيزرع الحب والأمل في قلوبنا، وبيحاول دائما ينصحنا بأنه نخلع الحقد واليأس. عظيم. وبيزرع بداله الحنين. ما شاء الله. وكرس حياته إلنا. نعم. ونحن إن شاء الله إن شاء الله إنه إذا دورنا إنه نريحه ونعوضه عن كل تعبه. وبقول لوالدي العزيز أدامك الله لنا ذخرا طيلة الزمان. الله يخليك. الله يخليه لكم يا ستي ويخليك لهم. الله يخليك يا أحمد محمود. وشكرا لك، شكرا لك، لأنه أنت أكيد إنسان شريف بتستضيف الشرفاء. والله إني أنا بعتز جدا لما تشرفت بإني أستضيف أبو عمر. شكراً. وأخذ أيضا اتصال صالح النابلسي. الله يرضى عليك يا أبا. الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ محمود؟ الله يعطيك الصحة والعافية. أبو عفيف بحكي معك من الصلاة. هلا هلا أهلين يا حبيب. هلا والله. والله إني أنا بعتز بوجودك في القناة الطيبة الحلوة المباركة. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. قناة دورمينا المباركة اللي بتنشر المواضيع القيمة والمواضيع الدينية، ومنسلم على عطوفة أبو عمر الله يطول عمره العميد المتقاعد ويحفظه، وإن شاء الله إنه يكون قدوة لأولاده لقرائبه لعشيرته لحارته، لأنه رجل فاضل وصاحب خلق وصاحب دين، وربنا يحماه ويبعد عنه جميع الأمراض ويحفظه أولاده وبناته في ظل جلالة ملكنا الغالي والحبيب على قلوبنا عبد الله الثاني. والله يعطيك العافية. أنا سعدت بلقائك وبالحديث معك يا أخي يا حبيبنا محمود قطرشان. كل الشكر على قلوبنا. والله يعطيك العافية. كل الشكر. كل الشكر. أيضا اتصال الأستاذ محمد المرشود. نعم نعم. مساء الخير. تفضل تفضل أستاذ محمد. شوكو يا رجال. حياك الله. الله يحييك يا أستاذ محمود، أنت والضيف المحترم والباشا العلم من أعلام الأردنيين والصحيح.